بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه هي المحاضرة الثانية في مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي مايكرو ايكونومكس. كما قدمنا في المحاضرة الأولى خطة المقرر، والتي استعرضنا فيها الهدف من المقرر والموضوعات تقريبا في حدود 13 موضوعا، قلنا أننا سنتناولها إن شاء الله في مبادئ الاقتصاد الجزئي، والذي هو الجزء المكمل بالنسبة للاقتصاد الكلي، والذي سوف تدرسونه لاحقا بإذن الله في المستوى الثالث على ما أعتقد. هذا هو المستوى الثاني من النظرية الاقتصادية، والتي تنقسم كما ذكرنا سابقا إلى قسمين: الاقتصاد الجزئي أو التحليل على المستوى الجزئي، والذي يختص ويهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية منفردة، اللي هي وحدتين أساسيتين هما المستهلك والذي تمثله العوائل أو الأسر، والشق الثاني هو المنتج الذي تمثله المنشآت. الاقتصاد الجزئي في البداية نستعرض فيه مقدمة. في هذه المقدمة نستعرض بإذن الله تعالى تعريف علم الاقتصاد، وهنالك تعاريف كثيرة جدا لعلم الاقتصاد، كل من وجهة نظره، ولكننا سوف نركز في النهاية نستخلص خلاصة لتعريف واحد جامع شامل نسير عليه إلى بقية هذا المقرر في تدريسنا إن شاء الله. نستعرض أيضا تعريف المشكلة الاقتصادية والتي تطرقت إليها في خطة المقرر، والتي بدون تعريفها فإنه لن يكون هنالك داع لدراسة علم الاقتصاد كعلم قائم بذاته ومختص، وهو من العلوم القديمة جدا بالمناسبة. ثم نتطرق للتفريق بين أنواع السلع، وأحببت أن أركز على أنواع السلع لأنها ملموسة، واحدة من الـ من الـ من الـ من الأشياء الملموسة السلع أيا كانت أنواعها، بينما الخدمات نسبيا لا نستطيع أن نلمسها ونلاحظها، تسمى tangibles السلع هي goods. ثم نعقد في نهاية هذه المحاضرة مقارنة سريعة جدا بين مجالات اهتمام الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. الاقتصاد الكلي طبعا سوف تدرسونه لاحقا كما ذكرنا. إذن هذه هي الموضوعات المفردات الأساسية لهذه المحاضرة: تعريف علم الاقتصاد، تعريف المشكلة الاقتصادية، أنواع السلع، ثم عقد مقارنة مبسطة ما بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. في مقدمتنا، نحن كثيرا جدا ما نستخدم كلمة اقتصاد في أحاديثنا اليومية وفي خطبنا وفي نشرات الأخبار إلى آخره، لدرجة أن استخدامنا الكثير لهذه الكلمة، كلمة اقتصاد، يوحي بأن هنالك مفهوم واحد محدد لكل الناس. لكن بالنسبة للبعض منا كلمة اقتصاد قد تعني مالية، للبعض منا قد تعني ميزانية، قد تعني أيضا لجزء آخر من الناس معاني أخرى مختلفة، لدرجة أننا في الواقع الكثير يجهل ماهية علم الاقتصاد نفسه، economic science كعلم من العلوم الاجتماعية المهمة جدا في حياة الناس اليوم. مفاهيم الاقتصاد كعلم اختلفت كثيرا جدا كما ذكرنا، لدرجة أننا لا نكاد نقرأ كتاب في الاقتصاد يعرفه ككتاب آخر. في بعض الأحيان كما سيرد عندنا في هذه العروض التقديمية التي نقدمها لكم، قد نستخدم الكلمة والتي تندرج تحت عدة تعريفات لهذا العلم. في خارج سياق هذه العروض التقديمية، كما ذكرت في المحاضرة الأولى خطة المقرر،
فإننا قد تطرقنا لأصل كلمة الاقتصاد، والتي ذكرنا أن أصل الكلمة هو مأخوذ من الإغريقية القديمة، والتي كانت تكتب أويكونوموس، والتي كانت تعني تدبير شؤون البيت أو المنزل. هذا ما كانت تعنيه هذه الكلمة. تطور استخدام الكلمة إلى أن أصبحت في اللغة الإنجليزية حديثا إيكونوميكس، والتي تعني الاقتصاد أو علم الاقتصاد، علم الاقتصاد. وأصبحت هنالك كليات كثيرة جدا تدرس هذا العلم، علم الاقتصاد، في مختلف دول العالم. إذن هذا هو الأصل اللغوي للكلمة، كلمة اقتصاد، إيكونوميكس. هنالك آراء كثيرة جدا للكتاب في مجال الاقتصاد بالنسبة لتعريف علم الاقتصاد كعلم، ليس كلمة الاقتصاد فحسب. يعني علم الاقتصاد، حتى قيل إنه هذا التعريف يختلف باختلاف تخصص الباحثين الاقتصاديين أنفسهم والعلماء الاقتصاد المتخصصين. من ضمن هذه التعريفات المشهورة جدا مثلا أن بعض الاقتصاديين يعرفون الاقتصاد على أنه علم الثروة، wealth science، علم الثروة، أي أنه يختص بكيفية تراكم الثروة عند الناس. من التعريفات الأخرى الشائعة أيضا والمشهورة أن الاقتصاد هو علم يدرس كيفية تحديد ثمن العمالة، أي الأيدي العاملة، ورأس المال والأرض، وكيفية توزيع الموارد. مرة أخرى، الاقتصاد علم يدرس كيفية تحديد ثمن العمالة ورأس المال والأرض وكيفية توزيع الموارد. نلاحظ هنا أن هذه العناصر المذكورة، سواء كانت عمالة أو رأس مال أو أرض، هي عبارة عن عناصر الإنتاج التقليدية المتعارف عليها. إذا أضفنا لها عنصر التنظيم كعنصر تقليدي رابع. كما أنه من التعريفات أيضا التي وردت في علم الاقتصاد أن الاقتصاد هو علم يدرس سلوكيات الأسواق المالية وآليات عملها. نلاحظ على الأقل من التعريفات الموجودة أمامنا الآن، الاقتصاد هو علم الثروة، هذه وجهة نظر من ناحية. بالنسبة لآخرين، الاقتصاد هو علم يدرس كيفية تحديد ثمن العمالة ورأس المال والأرض، كما ذكرنا اختصارا يمكن نقول يدرس كيفية تحديد أثمان عناصر الإنتاج. تعريف ثالث ينظر إليه من ناحية أخرى أن الاقتصاد هو علم يدرس سلوكيات الأسواق المالية وآليات عملها. للبعض الآخر، الاقتصاد هو علم يدرس ويحلل تأثير السياسات الحكومية أو الإنفاق الحكومي والضرائب على نمو الاقتصاد. طبعا هذه من وجهة نظر علماء الاقتصاد الذين يتخصصون في المالية العام، لأن هذه هي كلها مواضيع مالية عام، تأثير السياسات الحكومية والإنفاق الحكومي والضرائب على نمو الاقتصاد. عموما في نوعين من السياسات بالنسبة للحكومة يمكن أو بالنسبة للاقتصاد يمكن أن يتبناها، هي السياسات المالية من ناحية والسياسات النقدية من ناحية أخرى. السياسات المالية الأدوات الأساسية بالنسبة لها هي الإنفاق الحكومي والضرائب. يمكن أن نضيف لها أيضا الدعم الحكومي. إذن السياسات المالية fiscal policy تندرج تحتها الإنفاق الحكومي government expenditure، الضرائب taxes، كما أيضا يمكن أن نضيف لها الدعم الحكومي باعتباره جزءا من الإنفاق الحكومي، لأنه لا يتم الدعم إلا عن طريق الإنفاق وتأثير ذلك على نمو الاقتصاد. هذا تعريف. تعريف آخر، كما ذكرت هنالك العديد جدا من التعريفات من وجهة نظر قائليها ومتبنيها. الاقتصاد علم يدرس أنماط التجارة الدولية ويحلل تأثير الحواجز الجمركية والتجارية وتقلبات أسعار الصرف. طبعا هذه وجهة نظر المختصين في باب التجارة الدولية أو التجارة العالمية. إذن علم الاقتصاد يدرس أنماط التجارة الدولية، يحلل تأثير الحواجز الجمركية اللي هي التعريف الجمركية،
والحواجز التجارية مثل الكوتا سيستم اللي هو الحصة، نظام الحصص. في بعض الأحيان الدول قد تلجأ لحماية صناعاتها المحلية بوضع حواجز جمركية، تعريفات جمركية. مثلا لو كان هذا القلم ينتج في السعودية ويكلف ويباع بسعر 2 ريال، وإذا كان الصين مثلا تنتج هذا القلم بنص ريال 50 هللة، وبذلك يمكن أن تسبب ضررا للصناعة المحلية هنا، فإنه توضع حواجز جمركية اللي هي تعريفة جمركية مثلا بمبلغ 3 ريالات على هذا القلم، بالتالي يصبح تكلفة جلبه إلى المملكة العربية السعودية 3 ريالات ونصف. في هذه الحالة عندما يقارن المشتري والمستهلك بين سعر القلم السعودي المنتج هنا يكون بريالين تكلفة، من ناحية التكلفة طبعا بدون هامش الربح، والقلم الصيني يكلف حتى يصل إلى السوق 3 ريالات ونصف بدون هامش، بالتالي نحمي الصناعة المحلية بهذه الطريقة. إذن هذه وجهة نظر المتخصصين في التجارة الدولية. آخرون يذكرون أن الاقتصاد هو علم يدرس التنمية في البلدان النامية، وفي هذه الحالة نسمي هؤلاء العلماء بعلماء التنمية الاقتصادية أو Development Economics، اقتصاد يدرس التنمية في البلدان النامية وخطط التنمية الاقتصادية والاستخدام الكفء للموارد، أي استخدام الموارد بكفاءة. طبعا استخدام بكفاءة هذا يعني أن نستخدم الموارد بأقل تكاليف ممكنة لنحصل على أكبر أهداف ممكنة، سواء كانت هذه الأهداف من وجهة نظر المستهلك أو من وجهة نظر المنتج. طيب التعريف الذي سوف نكون مهتمين أكثر بأن نفصله هو أن علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث في كيفية استخدام الموارد المحدودة في إشباع رغبات إنسانية متعددة وغير محدودة. ولأن هذا التعريف هو الأشمل وفيه كلمات مفتاحية مهمة جدا. أولا أن الاقتصاد هو فرع من العلوم الاجتماعية، والعلوم الاجتماعية بالإضافة لعلم الاقتصاد تشمل على علم الاجتماع سوشيولوجي و السايكولوجي هو علم دراسة النفس البشرية، وبالإضافة لذلك العلوم الاجتماعية تشمل مدى واسع أيضا من العلوم السياسية، كما ذكرنا العلوم الاجتماعية تمثل أساسا مهما جدا لعلم الاقتصاد، لأن معظم سلوك المستهلك سلوك المنتج الذي ذكرناه في خطة المقرر كلها مبنية على قوانين نفسية مرتبطة بالمجتمعات وعلم الاجتماع. علم التاريخ هو أيضا من العلوم الاجتماعية، يمكن أن نقول عليه كذلك. يمكن بالنسبة لطلابنا وطالباتنا الذين درسوا في المنهج السعودي المادة التي تجمع الجغرافيا والتاريخ وكذا يسمونها علم الاجتماعية هنا. إذن هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث يهتم، بمعنى أنه يهتم في كيفية استخدام الموارد المحدودة، وهذه ذكرناها أن الموارد الاقتصادية عموما محدودة، يعني كميات المياه على الأرض محدودة، هذا مورد من الموارد، كميات الذهب محدودة، كميات النفط محدودة، كميات الحديد محدودة، كميات الخشب المستخلص من الغابات محدودة، مثلا مزارع الأبقار التي تنتج الحليب الذي يمكن أن نشتق منه مختلف المشتقات الأجبان إلى الزبادي إلى اللبن إلى خلافه، هذه محدودة أيضا. في إشباع رغبات إنسانية متعددة وغير محدودة. إذن نستطيع بصورة أشمل أن نقول أيضا أن علم الاقتصاد economics هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية. هذا أوسع من، يعني هذا تعريف ملخص، أما هذا فهو موسع يفصل لنا كيف أن الموارد محدودة وما هي هذه الرغبات الإنسانية. هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية، نتفق فيها مع التعريف السابق، الذي يهتم بالبحث في سلوك الأفراد والجماعات. هذا الاقتصاد بصورة عامة وليس الاقتصاد الجزئي. إذا كنا نتحدث عن الاقتصاد الجزئي فنحن مهتمين بسلوك الأفراد سواء كانوا مستهلكين أو منتجين، بينما إذا كنا نتحدث عن الاقتصاد الكلي والذي سوف تدرسونه بإذن الله في مستوى لاحق فإننا نتحدث عن سلوك الجماعات
السلوك الجمعي للاقتصاد ككل، من حيث محاولة تخصيص الموارد النادرة، لاحظ أنها موارد نادرة ذات الاستعمالات البديلة والتي ذكرت عليها مثال قبل قليل. ندلل بمثال آخر، مثلا منتجات الغابات اللي هي الأشجار، نستطيع أن نستخلص منها خشب، ماذا نصنع من الخشب؟ عندنا له استعمالات بديلة، منضدة يمكن أن ننتج منه أثاث مكتبي أو أثاث منزلي أو أبواب أو ورق، حتى الورق يصنع من الأخشاب، فبالتالي هي موارد نادرة محدودة وذات استعمالات بديلة. بين الأهداف المتعددة وكيفية بذل هذه المحاولة، لأن قلنا من حيث محاولة تخصيص الموارد، كيفية بذل هذه المحاولة عن طريق إجراء عمليات المبادلة، لابد أن يكون هناك transactions، مبادلات. مبادلة بطريقة بسيطة جدا هي البيع والشراء، ليس أكثر من ذلك في السوق. الغرض من هذه المحاولة والغرض من محاولة تخصيص هذه الموارد النادرة ذات الاستعمالات البديلة هو واحد، الهدف هو الإنسان. لماذا؟ لإشباع الرغبات الإنسانية غير المحدودة. إذن نحن الآن أمام معضلة، هذه المعضلة تتمثل في الآتي، أن هنالك، أوضحها بالرسم من هنا إن شاء الله، هنالك موارد اقتصادية محدودة، موارد اقتصادية محدودة، نأخذ لها أي مثال، وهنالك رغبات إنسانية غير محدودة. كيف نستطيع أن نوائم بين هذه الدائرة الصغيرة، الموارد الاقتصادية المحدودة وذات الاستعمالات أيضا كمان إمعانا في 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 التركيز على المشكلة البديلة، ذات الاستعمالات البديلة؟ كيف نستطيع أن نملأ هذه الدائرة الكبيرة بواسطة هذه الدائرة الصغيرة؟ هذه هي المشكلة الاقتصادية والتي سوف نركز عليها لاحقا إن شاء الله. إذن الآن دعونا نواصل في التعريف. ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يهتم بالبحث في سلوك الأفراد والجماعات من حيث محاولة تخصيص الموارد النادرة ذات الاستعمالات البديلة بين الأهداف المتعددة وكيفية بذل هذه المحاولة التي أجريناها عن طريق إجراء عمليات المبادلة في السوق البيع والشراء لإشباع الرغبات الإنسانية غير المحدودة. طيب الآن ننتقل إلى سؤال جوهري ومهم، لماذا ندرس علم الاقتصاد وما هي المشكلة الاقتصادية؟ أريد أن نلقي الضوء أكثر على المشكلة الاقتصادية التي طرحتها قبل قليل، أن هنالك موارد اقتصادية محدودة وذات استعمالات بديلة، وأن هنالك رغبات إنسانية غير محدودة. طيب لو كنا نعيش في عالما خياليا، وضربت مثال بالجنة مع أن الجنة ليست عالما خياليا، هي علم غيب فقط بالنسبة لنا حتى الآن، لو كنا نعيش في عالم خيالي وأن كل ما نتمناه ندركه وكل ما نحتاج إليه من سلع وخدمات فإننا نجده بسهولة ويسر، فإنه لن تكون هنالك حوجة أو جدوى لدراسة علم الاقتصاد، لأنه أصلا المشكلة اللي طرحناها قبل قليل أن هنالك موارد محدودة وعندنا رغبات كثيرة جدا، نريد المأكل والمشرب والملبس والمسكن مرة أخرى والترفيه والتعليم والصحة، كل هذه حاجات نريد أن نشبعها، وهذه الحاجات كثيرة جدا متعددة ولكن مواردنا محدودة. إذن هنالك مشكلة في كيف نستطيع أن نوظف هذه الموارد المحدودة لإشباع أكبر قدر من الرغبات. إذا كنا نريد أن نشبع كل الرغبات وبصورة مطلقة، هذا الشيء لن يحدث في الدنيا، حتى بالنسبة لأي أسرة أو فرد مستوى دخله عالي جدا، تخيل معي أي دخل مستوى دخل عالي جدا، فإن هنالك بعض الرغبات لهؤلاء الأشخاص لن يتمكنوا منها،
يمكن لشخص أن يكون مثلا دخله الشهري أو السنوي مليارات الريالات، يمكن أن تأخذه المليارديرات في هذا المجال، ممكن يكون أشبع رغباته العادية بالنسبة لنا الأشخاص العاديين أشبعها كلها، اللبس، شرب، مسكن، ملبس، ترفيه، كل أي شيء. يمكن أن تعين له فكرة، رغبة إنسانية عادية جدا في أنه يريد أن يذهب إلى كوكب المشتري مثلا. في هذه الحالة موارده قد لا تكفيه لهذا الشيء، لأنه هذا الشيء عمل مراكز أبحاث وأبحاث ودول وكذا. فإذا إذا كنا نعيش في عالم تخيلي خيالي، فإن هنالك رغبات معينة سوف يحصل عليها الفرد بطريقة ميسرة، لكن لأننا نعيش في الواقع لا نعيش في عالم الخيال، فبالتالي الواقع يقول أن كل فرد لا يحصل على كل ما يتمناه، ولو تحصل كل فرد على كل ما يتمناه لما توقف ولما كف عن متابعة طلبه للمزيد من السلع والخدمات. بالتالي إذا تحقق كلما تحققت رغبة للفرد أو للأسرة أو للمجتمع فإنها تطلب أكثر، ولما كففنا عن طلب المزيد، إذن الفرد منا يمكن أن يكون يريد منزلا مريحا واسعا، وإذا تحصل على ذلك في السنة التي تليها أو بعد سنتين يريد أن يغير هذا المسكن إلى مسكن آخر بديكور آخر بطريقة أخرى، ويرغب في سيارة فاخرة وفارهة، يتمنى شراء ملابس أنيقة، كلما كما أنه يتطلع للسفر والنزهة إلى آخره. أيضا أي فرد يأمل في الحصول على مستوى معقول من التعليم أو مستوى عالي من التعليم بحسب مستوى دخله والثقافة والرعاية الصحية وأشياء أخرى كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصرها الآن ولا يمكن أن نضع لها حدا أيضا. إذن السؤال المنطقي الآن الذي يرد استنادا إلى سؤال الذي ذكرناه سابقا، لماذا ندرس علم الاقتصاد؟ هنالك سؤال آخر، هل من الممكن إشباع كل هذه الرغبات دفعة واحدة وبصورة آنية وتلقائية؟ طبعا الإجابة المباشرة تضعنا في العالم الحقيقي الذي نحن بصدده، والذي يضعنا أمام حقيقتين مهمتين جدا. أولا والتي ذكرناهما في الرسم الدائري قبل قليل، أن هنالك رغبات إنسانية لا بد من إشباعها وهي كثيرة وغير محدودة، ثم أن هذه الموارد المتاحة لإشباع الرغبات الإنسانية محدودة جدا. هاتين حقيقتين مهمتين، رغبات إنسانية لا بد من إشباعها كثيرة جدا وغير محدودة، وأن مواردنا التي يمكن أن نخصصها لإشباع هذه الرغبات من خلال شرائنا للسلع والخدمات واستهلاكها هذه الموارد محدودة. نبدأ بالرغبات الإنسانية. هذه الرغبات الإنسانية تتمثل في الشعور بالحرمان المصحوب برغبة معينة سواء كانت دفينة أو معلنة لدى الفرد في الحصول على وسائل الإشباع المختلفة لإزالة هذا الحرمان. مثلا عندما نشعر بالحرمان من الغذاء، هذا يسمى الجوع، رغبة إنسانية عادية جدا. الرغبة في الأكل، عندما تشعر بحرمانك من الأكل فإنك تشعر بالجوع، فبالتالي تطلب أن تأكل، وهذه الرغبة تشبع من خلال السلع الغذائية. هذه الرغبات الإنسانية متعددة جدا، إما أن تكون فطرية يولد بها الإنسان ويحتاج إليها تلقائيا، وهذه هي الرغبات الحيوية العادية، الأكل والشرب والنوم وكذا يحتاج إليها تلقائيا، مثل الرغبة في الغذاء، المأوى، الملبس إلى آخره. وإما أن تكون مكتسبة، إذن الرغبات الإنسانية إما أن تكون فطرية كذا، وإما أن تكون مكتسبة من البيئة ومن المجتمع وهكذا. هذه المكتسبة تتطور وتظهر وتختلف مع نمو الإنسان وتغير ظروفه، مثلا الرغبة في مختلف السلع الكمالية، الخدمات إلى آخره. في هذه الحالات يقوم الفرد باستهلاك هذه السلع أو الخدمات التي تشبع لديه رغبة أو حاجة معينة، والتي أيضا لا بد أن تحقق له منفعة اقتصادية. الفرد إذن لا يقوم باستهلاك أي سلعة أو خدمة لا تشبع لديه رغبة موجودة عنده.
بناء على ذلك هذه الرغبات الإنسانية التي ضربنا لها أمثلة: الملبس، المأوى، المسكن، التعليم، الصحة إلى آخره، لها خصائص محددة ومعلومة. هذه الخصائص الإنسانية أو خصائص الرغبات الإنسانية نورد أهم هذه الخصائص في الآتي: أولا، أن هذه الرغبات الإنسانية متعددة بمعنى أنها كثيرة. الآن عند النظر إلى الرغبات الإنسانية التي يسعى الفرد لإشباعها نجدها غير محدودة العدد. هناك رغبة في مختلف أنواع الطعام، كلنا نحتاج إلى الطعام، أو الشراب، كلنا نحتاج إلى الشراب، لأن الإنسان بخلقه يحتاج إلى الطعام والشراب، إضافة إلى احتياجنا للملبس واحتياجنا للمسكن واحتياجنا لسلع وخدمات أخرى كثيرة جدا ذكرنا عليها أمثلة، خدمات مثل خدمات التعليم، الترفيه إلى آخره. إذن الخاصية الأولى هي إنه الرغبات الإنسانية تتميز بأنها متعددة كثيرة. الخاصية الثانية هي خاصية التنافس. هذه الرغبات الإنسانية متنافسة. هذه الخاصية تنتج عن محدودية وسائل الإشباع بصورة نسبية، لذلك تتنافس الرغبات فيما بينها حول الموارد المحدودة وذات الاستعمالات البديلة. المرة الثانية نركز على هذا، إنه طالما أن الموارد الاقتصادية محدودة وذات استعمالات بديلة، إذن الرغبات الإنسانية تتنافس حوله. كمثال فقط نعطي مثالا: الرغبة في شرب القهوة تنافس الرغبة في شرب الشاي. ليش؟ لأنه القهوة والشاي بدائل لبعضها. الرغبة في العمل مثلا تتنافس مع الرغبة في الحصول على وقت راحة إضافي. من منا لا 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 يحبس أن يستعيد بالعمل بالراحة يعني. الرغبة في السفر لقضاء العطلة الصيفية مثلا تتنافس مع الرغبة في شراء سيارة جديدة هذا العام، وهكذا. إذا ركزنا على المثال الأخير مثلا، إذا كانت مواردنا محدودة ووفرنا قدر معين من المال في نهاية العام والإجازة مقبلة، فإنه إذا كان لدينا خطط في شراء سيارة جديدة، فإن الرغبة مثلا في أن نقضي الإجازة خارج المملكة العربية السعودية في أي دولة من الدول التي تتميز بتطور وتقدم السياحة فيها، فإن هاتين الرغبتين تتنافسان مع بعض. ثم الخاصية الثالثة هي التكرار. إذا أخذنا مثلا الطعام، هل يستطيع أي إنسان بخلقه الطبيعي بفطرته الطبيعية أن يتناول الطعام اليوم ويكتفي بذلك بقية عمره لن يتناول الطعام؟ بالقطع الإجابة هي لا. إذن معظم الرغبات التي نشعر بها ونرغب في إشباعها تميل إلى التكرار. بعد كل إشباع نحتاج إلى آخر. أكلنا اليوم نأكل غدا، لبسنا اليوم ملابس نريد أن نلبس غدا، تعلمنا اليوم نريد أن نتعلم غدا إلى حد معين طبعا، حتى لو تخرجنا من الجامعة وتوظفنا فإننا نحتاج إلى التعلم وأخذ دورات تدريبية والتطور في مجال حياتنا في نشاطنا العملي يعني. الرغبة في الطعام مثلا لا تشبع مرة واحدة، وإنما تتكرر يوميا بصورة دورية مستمرة، حتى في رمضان نفسه أنت تحتاج إلى الأكل بعد الأذان يعني، بعد أذان المغرب. إذن هي الرغبة في الطعام تتكرر وبصفة دورية بصفة مستمرة كل يوم، أو في بعض الأحيان في اليوم الواحد عدة مرات، وكذلك الحاجة إلى الملابس، كذلك الحاجة إلى التعليم وغير ذلك. إذن حتى الآن عندنا إنها متعددة، إنها متنافسة، وإنها متكررة. من هي الرغبات الإنسانية؟ متعددة، متنافسة، ومتكررة. أيضا هي متجددة. تتميز الرغبات الإنسانية بخاصية التجدد. الرغبات الإنسانية متجددة وتتغير من فترة لأخرى مع نمو الإنسان وتطور ميوله وذوقه وعمره. لو أخذنا مثال على العمر مثلا، الرغبات الإنسانية للطفل تتغير عندما يصبح يتقدم في العمر إلى 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 أن يصبح صبيا مثلا، إذا كنا نتحدث عن الذكور، وعندما يصبح في عمر 30 تتغير ميوله وحاجاته التي يريد أن يشبعها، إلى الخمسينات، إلى أن يصبح كهلا. فإذا هي تتطور وتتغير معه.
تتجدد الرغبات الإنسانية وتتغير من فترة لأخرى مع نمو الإنسان وتطور ميوله وذوقه وعمره. هذا الشيء متعلق تماما بعلم الاجتماع، النقطة التي ذكرتها سابقا، في أننا لابد أن ندرس من ناحية اجتماعية ومن ناحية نفسية الجمهور الذي نتحدث عنه، سواء كان مستهلك أو كان منتج. وبإشباع حاجات معينة تتولد في النفس حاجات أخرى جديدة لم نكن نرغب فيها. يعني إذا أشبعنا حاجة التعليم العالي اللي هو التعليم الجامعي، تفتح علينا أبواب لأننا مثلا نريد ونرغب في التعليم الأعلى من ذلك، نأخذ شهادات عليا. إذا تذوقنا مثلا طعاما معينا، فإن ذلك يولد لدينا أن نحاول أن نتذوق ونأكل من طعام آخر أرقى وكذا مثلا. إذن فإن الرغبات الإنسانية قلنا عليها إنها متعددة كثيرة في السلايد السابقة، وإنها متكررة كما يظهر عندنا هنا، وإنها متجددة، وإنها متنافسة في الخاصية الثانية. أيضا الرغبات الإنسانية من خصائصها المهمة جدا أنها متكاملة في بعض الأحيان، أن هنالك رغبات تتماشى مع بعضها البعض، ولكن هنالك رغبات اللي هي خاصية التكامل هي عكس خاصية التنافس، المتنافسة للبدائل، كما ذكرنا في المثال أن شرب القهوة يتنافس مع شرب الشاي. أما الخاصية التكامل فهي عكس التنافس، وهذا الذي يجعل المشكلة أصعب في كل مرة. هنالك رغبات تتماشى مع بعضها البعض كما ذكرنا، مثلا أن كل منها تسوق إلى الأخرى، إشباع رغبة لا يحدث إلا بإشباع رغبة أخرى. كمثال الرغبة في 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 إشباع رغبتنا في الشاي مثلا، أو أن نشبع شرب الشاي، قد لا يتم إشباع إلا بوجود السكر. القهوة نفس الشيء، وإن كان في طبعا في المملكة العربية السعودية تشرب القهوة على غير عندنا في السودان تشرب بدون سكر. الرغبة في شرب الشاي لا تشبع بدون وجود السكر. الأوضح من ذلك الرغبة في قيادة السيارة لا يمكن أن تشبع إلا بوجود البنزين أو الوقود وهكذا. الخاصية السادسة القابلية للإشباع. الرغبات الإنسانية عادة قابلة للإشباع، وإن كانت طاقة الإشباع تختلف من فرد لآخر. مثال على ذلك إنه فرد معين يمكن أن يقف في إشباعه واستهلاكه في حد معين، بينما يستمر آخرون لفترة أطول منه حتى يحصلوا على الإشباع المطلوب أو على مستوى الإشباع الذي حصل عليه الفرد الآخر، إذا كنا نقارن مثلا. إذن تشبع الرغبة بمجرد استعمال السلعة أو الخدمة المعينة مباشرة أو باستهلاكها لعدة مرات، فبالتالي تؤدي بنا إلى القابلية للإشباع، إن القابلية للإشباع نفسها تختلف من فرد إلى آخر، من أسرة إلى أخرى وهكذا. الخاصية السابعة والمهمة جدا هي النسبية، relativity. في 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 هذه الخاصية، خاصية النسبية، الرغبات الإنسانية تختلف عن بعضها البعض بكونها نسبية، لأنها تختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر ومن زمن لآخر. إذن عندنا ثلاثة متغيرات: الأشخاص متغيرون، الأمكنة متغيرة، أو الأزمنة متغيرة. الرغبة في الملابس الصوفية مثلا قد تكون أكثر إلحاحا وأكثر نحتاج إليها أكثر في البلدان الباردة منها في البلدان الساخنة، وفي فصل الشتاء أكثر منها في فصل الصيف. إذن اختلف المكان هنا أو اختلف الزمان، فصل الشتاء وفصل الصيف، فاختلف احتياجنا للملابس الصوفية أو الملابس القطنية الخفيفة. بل ما يحتاجه شخص منها قد لا يكون كذلك بالنسبة لشخص آخر. في شخص مثلا يشعر بالبرد أكثر من الأشخاص الآخرين، فبالتالي هو يحتاج إلى أن يلبس ملابس صوفية ثقيلة مثلا. إذن هذه هي الخصائص. إذا عدنا مرة أخرى للتأكيد فقط على هذه الخصائص، الخصائص ذكرنا إنها متعددة، تعدد، متنافسة، التنافس، متكررة، التكرار، متجددة، التجدد، متكاملة عكس متنافسة، التكامل، القابلية للإشباع تختلف من شخص إلى آخر في حد معين،
مثلا اذا تناول قطعتين من حبتين من التفاح خلاص يكون اشبع رغبته في التفاح، اخر يمكن ان ياكل او يتناول 4 قطع، شخص يتناول يمكن ان تشبع رغبته الحديث لمده 30 دقيقه فقط في اليوم عن طريق الجوال او ان يتصل مع اصدقائه عن طريق الفيسبوك مثلا لمده ساعه في اليوم خلاص تكفي. اشخاص اخرين يكون عندهم نهم اكبر لاستخدام الهواتف الجوال او في الحديث الاتصالات المباشره او استخدام الفيسبوك وكذا. ايضا النسبيه مهمه جدا، اذا اختلف الشخص او اختلف المكان او اختلف الزمان فان الرغبات تختلف ايضا. هذه كلها كانت خصائص الرغبات الانسانيه، لذلك نستطيع ان نجمل هذه الخصائص كلها السبع في انه الرغبات الانسانيه غير محدوده. هذه مهمه جدا، الرغبات الانسانيه غير محدوده طالما انها تتصف بانها متعدده كثيره وانها متكرره وفي بعض الاحيان متنافسه وفي احيان اخرى متكامله، قابليتها للاشباع تختلف من شخص الى اخر، انها نسبيه تختلف باختلاف الاشخاص والامكنه والازمان، فاننا بذلك نستطيع ان نخلص الى خلاصه مهمه جدا من خلال هذه السبع خصائص الى انه الرغبات الانسانيه هي غير محدوده. تمام، اذا انتقلنا الى الموارد، واضح جدا انه الرغبات الانسانيه هذه تتطلب الاشباع. عندما نشعر بالحرمان الناتج عن الجوع فاننا نبحث عن الغذاء، عندما نتطلع مثلا الى التعلم والترقي في حياتنا اليوميه فاننا نبحث عن التعليم، لا قدر الله لو كنا نشعر بالاعياء او بالمرض او كذا فاننا نبحث عن خدمه الصحه وهكذا. اذا هذه الرغبات الانسانيه لا بد من اشباعها، وهنالك وسائل محدده كفيله باشباع هذه الرغبات. هذه الوسائل تحديدا هي الموارد، والتي نسميها او تتمثل عندنا في السلع والخدمات المختلفه، السلع بمختلف انواعها والخدمات بمختلف انواعها. اذا كل ما له القدره على الإشباع نسميه في الاقتصاد أو في العرف الاقتصادي سلعة، commodity good باللغة الإنجليزية commodity، أو خدمة service. طبعا الأمثلة عليها ذكرناها كثيرين بغض النظر عن نوعها. الموارد التي تحقق الإشباع إذن منها ما هو مادي أو ملموس، يعني يمكننا أن نوصفه كما وكيفا، 5 برتقالات، 2 كيلو من الـ من الـ من الـ من الدقيق مثلا، خلاص اذا نستطيع ان نصفه كما ونوعا. نطلق عليها عموما السلع كوموديتيز، مثل المواد الغذائيه، مثل الملابس، الادوات، السيارات، طائرات الى اخره، هذه كلها سلع. ومنها ما هو غير مادي وغير ملموس لا نستطيع ان نلمسه، وهذه نعرفها بالخدمات سيرفيس، مثل التعليم والصحة والنقل وخلافه. نركز على أنواع السلع لأنها ملموسة ومادية، وضرب المثال بالسلع سهل جدا. الكمبيوتر اللي أمامنا اللي نستخدمه الآن هو سلعة لأنه ملموس مادي أمامنا، القلم الذي نكتب به ملموس مادي، الغذاء الذي نتناوله ملموس مادي، الملابس ملموسة مادية. السلع نقسمها إلى أنواع استنادا إلى مرجعيات محددة. أولا يمكن أن نتحدث عن تقسيم بين السلع الاقتصادية والسلع الحرة. السلع الاقتصادية هي تلك السلع التي توجد في الطبيعة بكميات، لا توجد في الطبيعة إلا بكميات محدودة بالنسبة لرغبتنا فيها، وبالتالي يجب أن نخصص في سبيل إنتاجها قدر معين من الموارد. مثلا الآن في العالم كله معروف أن هنالك الحرب القادمة هي حرب المياه. في المملكة العربية السعودية يمكن واضح جدا، لأنه الآن حتى نحصل على مياه صالحة للشرب يتم تحلية مياه البحر، وفيها تعب ومجهود وتكاليف كبيرة جدا يعني. إذن هي سلعة اقتصادية، مياه الشرب تحديدا هي سلعة اقتصادية، الوقود البترول هو سلعة اقتصادية لا نستطيع أن نحصل عليها هكذا. أي واحد مننا إذا طلع الآن وعاوز يحصل على بنزين لابد أن يحصل عليه بتخصيص جزء من موارده لهذا الشيء. هذه السلعة الاقتصادية.
يعني تقريبا معظم السلع التي نتحدث عنها هي سلع اقتصاد. النوع الاخر المقابل، وانا حاولت انه اضع المقارنة ما بين انواع السلع عندما نقسمها حسب المرجعيات المختلفة لها في شكل جدول حتى اسهل عملية المقارنة. السلع الحرة هي تلك السلع التي توجد في الطبيعة بكميات غير محدودة كبيرة، لا نبذل فيها او لا يبذل فيها الانسان جهد كبير في سبيل الحصول عليها. مثلا الهواء، الماء في بعض البلدان، يعني لو تلاحظوا انه هنا الماء انا ذكرته في السلع الاقتصادية في عندما ضربت مثال بالمملكة العربية السعودية لانه في شح في المياه. في بعض المناطق طبعا في الجنوب في بعض المناطق في السعودية ما عندهم المشكلة الحادة دي زي ما عندنا في الدمام، هنا الدمام ما فيها مياه جوفية يمكن كبيرة حتى مياه محلاة يعني تصلح للشرب، لكن في بعض الأحيان في جنوب المملكة في جيزان في كذا الماء ليس مشكلة مثل ما هو هنا عندنا في الشرقية في الدمام. إذا الهواء هو أبسط مثال وأوضح مثال على ذلك. هواء، تنشق الهواء، الأكسجين سلعة حرة تسمى. هذا نوع. تقسيم آخر بين السلع الضرورية والتي نعني بها السلع التي تشبع رغبات الإنسان البيولوجية اللي هي الفطرية يعني المخلوقة مع الإنسان، مثل الطعام، الشراب، الملبس، المسكن، هذه سلع ضرورية. حتى في هذه الطعام نفسه والشراب نفسه والملبس والمسكن كلها يمكن أن تعرض باعتبارها سلع ضرورية، لكننا هنا نتحدث عن السلع الضرورية باعتبارها الحد الأدنى من الطعام والحد الأدنى من الشراب والحد الأدنى من الملبس والحد الأدنى من المسكن، لأن هذه الأمثلة نفسها يمكن أن تصلح لأن تكون سلع كمالية كما 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 هو الشق المقابل للسلع الضرورية. إذن لا نطلق مثل هذه الأمثلة على عواهنها أو على إطلاقها. هكذا الطعام نفسه، مثلا الطعام الغالب في السعودية هنا الكبسة أو البرياني مثلا هو سلعة ضرورية لأنه يتقوض به الإنسان يعني، لكن لو كنا نتحدث عن 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 طعام فاخر جدا يكلف الشيء الكثير في هذه الحالة يمكن يكون سلعة كمالية. إنما نتحدث هنا عن الحد الأدنى، سلعة ضرورية الحد الأدنى. الملح تحديدا مثلا هو سلعة ضرورية، بدونه لا تستقيم الحياة ولا تقوم، طبعا بكميات محددة حتى ما 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 ما, ما يصيبنا الضغط يعني ارتفاع ضغط الدم وكذا. السلعة الكمالية هي السلعة التي يرى غالبية الناس لا بد أن يكون هنالك اتفاق إجماع عليها، وهذا الإجماع طبعا غير مكتوب لكنه خلاص الناس يعرفون، يرى غالبية الناس أن الحاجة إليها على أدنى درجة من الإلحاح، يعني ليست الحد الأدنى للعيش. وطبعا مع تطور المجتمعات فإن السلعة يمكن أن تنتقل من كونها سلعة كمالية إلى أنها تصبح سلعة ضرورية. يعني إذا 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 رجعنا بالزمن إلى الوراء مثلا قبل 30-35 سنة من الآن فإن الجوال كان يعتبر سلعة كمالية لأنه غالي الثمن والاشتراك في الشبكات غالي وكذا، لكن الآن الجوال أصبح من السلع الضرورية، بدونه الحياة تكون صعبة جدا ولا تستقيم. إذن السلع مع تطور المجتمعات تنتقل من كونها كمالية إلى ضرورية. أيضا قبل 40-50 سنة السيارات كانت تعتبر من السلع الكمالية، كل أنواع السيارات. الآن أنواع السيارات التي تعتبر سلعة كمالية محدودة، الرولز رويس، البنتلي، ما أعرف ليك، كل أنواع السيارات الغالية تعتبر سلع كمالية، ولكن السيارة العادية التي يركبها معظم الناس هي من السلع الضرورية، بدونها أيضا لا نستطيع العيش يعني. عفوا، المقابلة الأخرى في أنواع السلع، السلع العادية normal goods، وهي السلع التي يزيد الطلب عليها كلما زاد دخل المستهلك أو قل سعره. إذا زاد دخل المستهلك أو قل سعر السلعة، كلما زاد دخل المستهلك أو قل سعره، إذا زاد الطلب عليها نسميها سلعة عادية، ويقل الطلب عليها اللي هي العكس عندما يقل دخل المستهلك أو يرتفع سعرها. إذن السلع العادية هي normal good، هي تشمل السلع الضرورية والكمالية بالمناسبة، هي السلعة اللي يزيد طلبنا عليها كلما قل
كلما يزيد طلبنا عليها كلما قل السعر أو كلما زاد دخلا. مثلها مثل البرتقال، التفاح، اللحوم بأنواعها، الفراخ واللحوم الحمراء، الأسماك كذا، هذه سلع عادية يزيد طلبنا عليها كلما زاد دخلنا أو قل سعرها، إذن هي سلعة عادية، ويقل طلبنا عليها كلما قل دخلنا لأي سبب من الأسباب، إذا قل دخل المستهلك أو ارتفع سعر السلعة نفسه فإن الطلب على هذه السلعة العادية يقل. على العكس من السلع الدنيا أو الرديء نسميها هكذا، في بعض الأحيان تعرف على أنها سلعة جيفنز استنادا إلى عالم اقتصادي اسمه جيفن. خلونا في السلع الدنيا أو الرديء. السلع الدنيا أو الرديء هي السلع التي تشبع رغبة إنسانية مباشرة ولكنها على درجة منخفضة من الجودة، يعني يقل إقبال الفرد عليها عندما يرتفع دخله تحديدا، مش ينخفض سعرها. عندما يرتفع دخل الفرد أو دخل الأسرة فإنها لا أريد أن أقولها بهذه الطريقة الصريحة لكنها تترفع على هذه السلع، يعني تكون تشعر أنها أقل من مستوى. أنا لا أدري هنا في السعودية ممكن يكون مثال عليها مثل إيش، لأنه حصل أنه درست شعب في الطلاب النظاميين وطلبت منه أمثلة بس ما توصلنا إلى أمثلة محددة. لكن في السودان كمثال عندنا نوع معين من السمك المجفف يستخدموه المزارعين في البرية في الخلاء عندما يكونوا في مشاريعهم الزراعية. هذا النوع من السمك المجفف غير محبز أكله وتناوله في المدن، فهو بالنسبة لسكان المدن هو سلعة رديئة، لكنه بالنسبة للمزارعين في بعض الأحيان عندما تنقطع الطرق بواسطة الأمطار الغزيرة وكذا تكون سلعة ضرورية وفي بعض الأحيان كمان كمالية. إذن اختلاف الزمان والمكان والأشخاص يمكن أن ينقل أيضا السلعة من أنها تكون سلعة عادية إلى سلعة دنيا أو العكس. مقابلة أخرى أو مرة أخرى نكرر، السلعة العادية هي السلعة التي يزيد الطلب عليها كلما زاد الدخل أو قل السعر، أو العكس يقل الطلب عليها عندما يقل الدخل المستهلك أو يرتفع السعر. في المقابل السلعة الدنيا أو الرديئة هي السلعة التي تشبع رغبة إنسانية مباشرة لكنها على درجة منخفضة من الجودة، وبالتالي يقل إقبال الأفراد عليها عندما يرتفع دخلهم ليتحولوا إلى استهلاك سلعة أخرى أكثر جودة، لأنه دخلهم الآن يسمح لهم بأنه يستهلكوا سلع أكثر جودة. السلع الفانية والسلع المعمرة، هذا تصنيف آخر. السلع الفانية هي السلع التي تستنفذ قدرتها على الإشباع إذا استعملناها لمرة واحدة فقط، وهذه أقرب مثال لها المواد الغذائية، مثال على ذلك البرتقال أو التفاح مثلا أو الحليب. خلاص شربنا الحليب خلاص انتهى، لا نستطيع أن نعيد نفس الحليب الذي شربناه لنستخدمه مرة أخرى. أكلت برتقالة لن تستطيع أن تعيد البرتقالة مرة أخرى حتى تستعملها وتستهلكها مرة أخرى. نفسها أتحدث ليس عن جنس البرتقال ولا جنس التفاح ولا جنس الحليب عموما، ولكنني أتحدث عن برتقالة نفسها لا نستطيع أن نستخدمها مرتين، هي نفسها نأكلها مرة واحدة خلاص تنتهي. على عكسها السلع المعمرة، وهي السلع التي تحقق لنا سلسلة من الإشباعات دون أن تفقد قدرتها على الإشباع دفعة واحدة وإنما تدريجي. مثال على ذلك الملابس التي نلبسها، الآلات، المعدات، كمبيوتر هذا الجهاز هو من السلع المعمرة، السيارة من السلع المعمرة، لأنه نستطيع أن نستعملها لأكثر من مرة. طبعا في النهاية هي عندها عمر افتراضي معين تنتهي فيه، لكن على الأقل نستطيع أن نستعملها لأكثر من مرة واحدة. إذا كانت السلعة لا تستخدم إلا مرة واحدة مثل الديسبوزابل يعني، ففي هذه الحالة تكون سلعة فانية. أما إذا كان نستطيع أن نستخدمها لمرات عديدة فنسميها سلعة أو سلع معمر. إذن هذا تصنيف السلعة الفانية والسلعة المعمر. السلعة الفانية مرة أخرى هي السلعة التي تستنفذ قدرتها على الإشباع بمجرد استعمالها مرة واحدة، بينما السلعة المعمرة نستطيع أن نستعملها ونستخدمها أكثر من مرة واحدة. المقابلة الأخرى بين أنواع السلع، السلع المكملة تحدثنا عنها يمكن قبل قليل، والسلع البديلة. السلع المكملة هي السلع التي لا تستخدم إحداها بمعزل عن الأخرى إلا بوجود سلع أخرى لإشباع رغبة معينة، الورقة والقلم مثلا، السيارة والبنزين، الشاي والسكر، هذه كلها أمثلة. السلع البديلة
هي السلع التي يمكن إحلال إحداها محل الأخرى لإشباع رغبة معينة، يمكن أن نحلها محل الأخرى. مثلا الشاي والقهوة تعتبر بدائل لبعضها البعض، إذا تناولنا الشاي يمكن أن يغنينا عن أن نستخدم القهوة. اللحوم والأسماك، يمكن أن نستخدم اللحوم الحمراء أو الأسماك أو الفراخ، كلها بدائل لبعضها، إذن هنالك سلع مكملة وسلع بديل. السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية. السلع الاستهلاكية هي السلع التي تنتج بغرض الاستهلاك النهائي، أو أنها تشبع الرغبة الإنسانية مباشرة دون أن نحتاج إلى تحويلها، لا تحتاج إلى عمليات تحويل. مثلا الملابس هي سلع نهائية، الغذاء بتحفظ هو سلع نهائية، لأنه بعض أنواع الغذاء مثلا الحليب يمكن أن يستخدم في إنتاج كما ذكرت سابقا الأجبان أو الزبادي أو الروب أو اللبن إلى آخره. إذا كان في مرحلة تحويلية لا نسميها سلع استهلاكية، ممكن أن نسميها سلع رأسمالية، لكن لو كانت في مرحلة نهائية نستطيع أن نستهلكها ونستخدمها مباشرة فإننا نسميها سلعة استهلاكية. السلع الرأسمالية في المقابل هي السلع التي لا يمكن استخدامها مباشرة في إشباع الرغبات الإنسانية، إنما بطريق غير مباشر، لا نستطيع أن نستهلكها مباشرة وإنما نستطيع أن ننتج بها سلعة استهلاكية. مثال على ذلك الآليات والمعدات المختلفة، تراكتورات، مصانع تكرير المياه، نستطيع أن نستخدمها لإنتاج مياه مكررة صالحة للشرب، نستهلك المياه خلاص، هذه سلعة استهلاكية، لكن المصنع نفسه هو عبارة عن سلعة رأسمالية. طيب نعود للوراء ونلخص أنواع السلع المختلفة التي ناقشناها فقط لأغراض التذكير حتى ترسخ المفاهيم عندنا، واللي هي أنواع الموارد. أنواع السلع كما ذكرنا السلع الاقتصادية والسلع الحرة، هذا مستوى من مستويات تقسيم أنواع السلع. نوع آخر أو مستوى آخر من التقسيم، مرجعية أخرى، نقسم السلع إلى سلع ضرورية وسلع كمالية. كما ذكرت قبل قليل إنه باختلاف الزمان والمكان والأشخاص فإن السلع يمكن أن تنتقل من كونها كمالية إلى ضرورية، وضربنا مثال بالهواتف الجوالة قبل فترة من الزمن 30 سنة أو 35 سنة مثلا، كانت الهواتف الجوالة كمالية، ما كل الناس يرغبوا في امتلاكها لأنه أصلا مواردهم لا تسمح لهم بذلك، لكن الآن أصبحت الجوالات أو الهواتف الجوالة أصبحت من الضروريات. أنواع معينة من الطعام كانت كمالية في بعض الأزمان أصبحت ضرورية الآن نتيجة لاكتشافات علمية خاصة بها أو كذا. مقابلة أخرى السلع العادية والسلع الدنيا. السلع العادية هي التي يزيد الطلب عليها كلما زاد دخلنا أو يقل أو قل سعرها أو العكس، أما السلع الدنيا أو الرديئة فهي التي تشبع رغبات إنسانية محددة مباشرة لكنها على درجة منخفضة من الجودة. ونحاول أن نبحث عن أمثلة من المملكة العربية السعودية. ثم طيب انتقلنا بعد ذلك إلى المقابلة بين السلع العادية والسلع الدنيا، بعدها المقارنة بين السلع الفانية والسلع المعمرة. السلع الفانية التي تستخدم لمرة واحدة فقط وتنتفي، وجودها نفسه ينتفي مثل البرتقال أو التفاح، أما السلع المعمرة فهي التي نستطيع أن نستخدمها لأكثر من مرة. السلع المكملة والسلع البديلة. السلع المكملة هي التي لا نستطيع أن نستعملها ونستخدمها بمعزل عن سلع أخرى تكملها مثل الورق والقلم والسيارة والبنزين إلى آخره، الماوس والكمبيوتر مثلا لو لم يكن هنالك ماوس بيلت إن في الكمبيوتر نفسه. إذن أي 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 سلع مكملة لبعضها يمكن أن تتخذ مثالا في هذه الحالة. السلع البديلة هي التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض.
إذا لم نجد الشاي يمكن أن نشرب القهوة. إذا طبعا هذا أيضا يعتمد على أمزجة وأذواق المستهلكين أنفسهم، اللحوم والأسماك، الأسماك والفراخ إلى آخره. السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية، السلع الاستهلاكية التي تنتج لتستخدم وتستعمل وتستهلك مباشرة لا تحتاج إلى أي عمليات تحويل. السلع الرأسمالية هي التي نستخدمها لإنتاج السلع الاستهلاكية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقابلة ما بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، أو المقارنة بينه. ويمكن هذا الشيء طرحناه في 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 خطة المقرر، لكن بصورة مقتضبة أو بسيطة. أنا لأجل أن أوضح الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، ذكرنا إنه النظرية الاقتصادية عموما تنقسم إلى هذين القسمين، اقتصاد جزئي واقتصاد كلي. مايكرو إيكونوميكس، مايكرو لفظ مايكرو يعني جزئي دقيق، مثلا في علم الأحياء عندنا علم الأحياء الدقيقة مايكرو بايولوجي، إذا كلمة مايكرو مصطلح مايكرو هو لهذا الغرض. ماكرو يعني كلي أو كبير أو تجميعي مجمع، هذا من ناحية الكلمات المصطلحات يعني. اقتصاد جزئي مايكرو إيكونوميكس جزئي دقيق، في بعض الأحيان يترجم هكذا. في بعض المراجع يمكن أن نجد أن الاقتصاد الجزئي المايكرو إيكونوميكس نفسه يترجم إلى اقتصاديات الوحدة، لأنه يهتم بنظرية سلوك المستهلك وحدة العائلة، أو نظرية سلوك المنتج وحدة واحدة أيضا هي وهي الـ 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 المنتج أو المنشأة أو المصنع المعين الذي نتحدث عنه. بينما الاقتصاد الكلي هو يتحدث عن الاقتصاد التجميعي كل ككل. عندما تطور علم الاقتصاد أصبح علما يدرس، اتفقنا على ذلك بعد أن أجبنا عن السؤال الجوهري جدا في بداية هذه المحاضرة، إنه لماذا ندرس علم الاقتصاد. الإجابة كانت بالنسبة لنا واضحة جدا، إنه لحل المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية هي إيش؟ المشكلة الاقتصادية هي إن توجد رغبات إنسانية غير محدودة، كمثال فقط من خصائصها التعدد أو الكثرة، التنافس، عكسها التكامل، التكرار، التجدد، القابلية للإشباع إلى آخره. كل الصفة الكبيرة التي تجمع هذه الرغبات الإنسانية هي أنها غير محدودة، لا تحدها حدود. في نفس الوقت عندنا موارد اقتصادية محدودة جدا، في بعض الأحيان بالنسبة لبعض السلع موارد اقتصادية محدودة جدا. المملكة العربية السعودية الآن تستفيد من ميزتها النسبية في أنه البترول أو النفط لا يوجد في أي مكان في العالم، بالتالي تستغل هذا الشيء لأنها تعمل به تنمية وتطوير وكذا، ومصدر دخل كبير جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يكاد يكون يمكن أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية يأتي من النفط ومشتقات النفط. فبالتالي الموارد الاقتصادية المحدودة هذه ذات الاستعمالات البديلة يمكن أن تكون نعمة على البعض ويمكن أن تكون نقمة على البعض الآخر، لكن الآن نحن لسنا في مجال الحديث عن هذا، وإنما نحن في مجال الحديث عن المشكلة الاقتصادية، إنه عندنا موارد اقتصادية محدودة ذات استعمالات بديلة، وفي نفس الوقت عندنا رغبات إنسانية غير محدودة. هذه الرغبات الإنسانية غير المحدودة نريد أن نشبعها بواسطة الموارد الاقتصادية المحدودة ذات الاستعمالات البديلة، من هنا تنشأ المشكلة الاقتصادية. النظر إلى هذه المشكلة الاقتصادية يمكن أن يتم من خلال تحليلين، التحليل على المستوى الجزئي والتحليل على المستوى الكلي. الاقتصاد الجزئي مايكرو إيكونوميكس كما ذكرت قبل قليل، هذا يهتم بالآتي: بالنشاط الاقتصادي للوحدات الاقتصادية الصغيرة أو الفردية، منفردة، أفضل أن نقول منفردة، والتي تتعلق إما بسلوك المستهلك أو بسلوك المنشأة، المستهلك الفرد أو المنشأة الفردية. عندما نقول المستهلك الفرد لا نعني الفرد الشخص الواحد، وإنما يمكن أن يكون هذا يعني العائلة أو الأسرة، وأنا قدمت في بداية المحاضرة لمفهوم الأسرة. الأسرة عندنا كما ذكرت في الاقتصاد، على الأقل في الاقتصاد نعني بها مجموعة من الأشخاص يعيشوا مع بعضهم، لهم قرار اقتصادي واحد، عندهم قرار اقتصادي واحد، مثلا ينيبوا عنهم رب الأسرة في أنهم عاوزين
يستهلك يأكل اليوم كذا وكذا وكذا على الغداء. طبعا ليس بالضرورة انه هو يفرض عليهم ذلك فرضا، ولكن يمكن ان يكون يعرف من خلال ميولهم وكذا يعني. اذا هذه هي الأسرة، الأسرة هي المستهلك او الفرد، المنشأة الفردية او عامل الانتاج والمشروع الفردي وقرارات الفرد المتعلقة بالاستهلاك والادخار وكيفية توزيعه لمدخراته إلى آخر. إذن على هذا الأساس فإن التحليل الجزئي ينصب على دراسة طبيعة العلاقة بين سعر السلعة مثلا، هذا كمثال فقط وليست كل الأقساط الجزئي مبني على هذا، العلاقة بين سعر السلعة وبين الكمية المطلوبة منها. الآن لو سألنا أنفسنا سؤال إنه ما هي العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، الإجابة البديهية جدا الموجودة في أذهان الكثير مننا إنه العلاقة عكسية، بمعنى إنه إذا زاد سعر السلعة في السوق، إذا كانت عادية طبعا، إذا زاد سعر السلعة في السوق فإن الكمية المطلوبة منها يحصل لها إيش؟ تقل، يزيد السعر تقل الكمية المطلوبة إذا كانت السلعة عادية، وفي السلعة العادية هي سلعة ضرورية أو كمالية بصورة عادية. لكن في بعض الأحيان تحدث استثناءات، دائما النظريات لا تبنى على الاستثناءات وإنما تبنى على القواعد العامة، لذلك نظرية الطلب هذه التي نتحدث عنها والتي تحدد علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي القاعدة الأساسية. الاستثناءات ممكن تحصل في ماذا؟ مثلا إذا كنا نتحدث عن أدوية منقذة للحياة، في هذه الحالة إذا ارتفع سعرها مهما يرتفع سعرها فإن الناس يطلبونها، الكمية المطلوبة منها لا تقل بنفس الحدة التي تقل بها السلع العادية مثل البرتقال والتفاح وخلافه. إذن الاقتصاد الجزئي يهتم بهذا الجانب، دراسة طبيعة العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها كواحدة من النظريات التي سوف نتطرق لها. لو تذكروا في خطة المقرر كنا واحد من الأبواب المهمة جدا والموضوعات المهمة عندنا هي دراسة مفهوم الطلب ومرونة الطلب. قانون الطلب هو هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، هناك توجد علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، مع افتراض طبعا ثبات العوامل الأخرى، لأنه الكمية المطلوبة لا تنبني فقط على الطلب، يعني يزيد عفوا على السعر فقط، سعر السلعة نفسه يمكن أن يؤثر في الكمية التي نطلبها الأذواق أو الدخل أو إلى آخره. بالتالي لا بد أن نضع افتراضا، وأنا ذكرت قبل الآن في بداية المحاضرة أيضا أريد أن أحب أن أذكر دائما بما ذكرته لأنه نستفيد منه، إنه عندما نريد أن نضع نظرية اقتصادية لا بد لنا من افتراضات تخرجنا من حيز الواقع إلى حيز المطلق حتى يصبح قانون يصلح للسعودية، يصلح للفلبين، يصلح لماليزيا، يصلح للولايات المتحدة الأمريكية، يصلح في كل مكان. بالتالي القوانين تبنى هكذا، هذا هو الاقتصاد الجزئي. الاقتصاد الكلي على الوجه الآخر يهتم بالاقتصاديات التجميعية aggregate economies، بمعنى إنه الاقتصاد الكلي أو الماكرو إيكونومكس، ماكرو يعني كبير أو كلي أو تجميعي، يختص ويهتم بدراسة الدخل القومي والإنتاج القومي، يهتم أيضا بدراسة الاستهلاك الكلي. يمكن من أهم الأبواب التي سوف تدرسونها بإذن الله تعالى في الاقتصاد الكلي هو باب الحسابات القومية. الآن إذا تحدثنا على مستوى العائلة أو الفرد فإنه لا يمكن لأي أسرة أن تشبع رغباتها بدون أن تنفق، ولا يمكن أن تنفق على شراء السلع والخدمات بدون أن يكون عندها مصدر دخل. هذا الشيء ينطبق تماما على مستوى الدولة وعلى مستوى الاقتصاد الوطني. إذا لم يكن للدولة ممثلة في الحكومة والأفراد والعوائل وكل من يعيش فيها، لا عندما نقول الدولة لا نقصد بها الحكومة أصلا، وإنما نقصد بها المجتمع ككل، المجتمع هذا مركب من الأفراد والعوائل والأسر والحكومات في أي بلد من البلدان، هكذا هي المسألة. إذا لم يكن لديها دخل فإذا لن تستطيع أن تنفق، حتى نستطيع أن نقيس نشاطاتها التجميعية هذه. إذا الاقتصاد الكلي اللي يهتم بالنشاطات التجميعية والاقتصاديات التجميعية لا بد أن نخصص فيه دراسة الدخل القومي، أين يكتسب الدخل، والإنتاج القومي والاستهلاك الكلي. لو تلاحظوا هذه كلها مسميات تجميعية، الأسماء نفسها دخل قومي يختص بالقوم كلهم، إنتاج قومي
انتاج الكل من السلع والخدمات. الان المملكة العربية السعودية ما شاء الله تنتج البترول والمشتقات، تنتج انواع التمور المختلف، تنتج الحليب بمختلف اشكاله ومشتقاته وانواع، تنتج الـ 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 مثلا الحديد لاغراض مختلف، تنتج التعليم، تنتج الاتصالات. من اهم ما تنتج المملكة العربية السعودية ويميزها على مستوى العالم ايضا انتاج خدمات الحج والعمرة، غير متوفرة في اي مكان اخر لاختصاص رب العالمين لها بوجود الكعبة المشرفة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لاغراض الزيارة وكذا. الحج والعمرة تتم في مكة المكرمة. اذا هذا كله انتاج، يعني الحجاج والمعتمرين لا يأتون إلى هنا ويجدون كل شيء جاهز هكذا، وإنما عليه تكاليف وعليه مجهود كبير جدا لإنتاج خدمات، سواء كانت خدمات المسكن أو خدمات الخدمات التي تقدم للاتصالات أو خدمات في مجالات الترحيل إلى آخره من الخدمات المختلفة. هذا كله من مجالات اهتمام الاقتصاد الكلي، الاستثمار الكلي، الادخار الكلي. نلاحظ كلمة كلي وتجميعي وقومي دائما مستمرة معنا. المستوى العام عام للأسعار في اقتصاد معين، معدلات تغيرها على مختلف الزمان. طبعا تغير المستوى العام للأسعار التغير فيه نسميه التضخم. إذا الاقتصاد الكلي بهذا هو معني بدراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية التجميعية والمشكلات الاقتصادية والسياسات ذات العلاقة على مستوى الاقتصاد القومي الكلي وليس الفردي. الاقتصاد الجزئي يختص بإيش؟ بالمنشأة المنتج الفردي، مصنع معين، مزرعة معينة، شركة معينة للاتصالات، خلاص. إذا كنا أخذنا ثلاثة أمثلة على القطاع الصناعي والزراعي والخدم، أو على مستوى المستهلكين على مستوى العوائل إنه كيف يتخذوا قرارهم في استهلاك السلع والخدمات. لذلك الاقتصاد الكلي يسعى إلى تحقيق الرفاهية المادية عن طريق إزالة عدم الاستقرار الاقتصادي وترقية النمو الاقتصاد. هذا هو مجال الاقتصاد الكل. على ذلك فإننا نستطيع الآن أن نقرر وأن نصل إلى خلاصة بأنه الاختلاف بين التحليل الجزئي والتحليل الكلي يكمن في كل من وحدة وهدف الدراسة. إذا كان هدفنا من الدراسة هو أن نركز على عناصر النشاط الاقتصادي للمستهلك أو المنشأة أو الصناعة، فإن التحليل الجزئي هذا هو مجاله. أما إن كنا نريد أن نركز على مستوى من الإنتاج الكلي للاقتصاد أو بعض المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بعض البلدان، أعطيكم أمثلة على بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السعودي مثلا كمثال، والآن تحسون بها، يعني مثل مشكلة البطالة، مشكلة الدورات الاقتصادية، انتعاش اقتصادي، كساد اقتصادي، وهو مربوط طبعا بعوامل وأسباب محددة تؤدي إلى ذلك. إذا كنا نريد أن نناقش ذلك فإننا نناقش على المستوى الكلي، الاقتصاد الكلي، وليس على المستوى الاقتصادي الجزئي. إذن الاقتصاد الكلي يناقش مثل هذه المشكلات، مشكلة البطالة، مشكلة التضخم، مشكلة عدم استغلال الموارد بصورة تتميز بالكفاءة، كيف يتم تقسيم عوائد النشاط الاقتصادي بين عناصر الانتاج، ما هو نصيب عنصر العمل من 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 الدخل القومي، ما هو نصيب عناصر الملكية الأخرى التي تشمل الأرض ورأس المال والتنظيم من الناتج المحلي الإجمالي، لأن هذه تقود إلى أسئلة كثيرة جدا في إعادة توزيع الدخل وخلافه. هذه كلها من مجالات اهتمام الاقتصاد الكلي. أحب أن أوضح لكم أيضا العلاقة بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي من خلال استخدامي للورقة والقلم هنا من خلال جهاز الإسقاط البروجيكتر، حتى أوضح الفكرة الأساسية بين في العلاقة بين الاقتصاد الجزئي والكلي، لأنهم مكملات لبعض، حتى أننا لا نستطيع أن نعزلهم من بعضهما البعض. معلوم لدينا انه المجتمع السعودي هنا مثلا مكون من عدد من الاسر، خلينا نرمز للاسر بدائرة. اذا هنالك، اذا كان تعداد السكان الاخير يتحدث عن حوالي 30 مليون
نسمة في المملكة العربية السعودية سعوديين على 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 مقيمين. إذا كانت هذه هي الأسر، الاقتصاد الجزئي يقوم بدراسة أسرة واحدة، يركز ويسلط عليها الضوء، نكبرها وندرس سلوك الأسرة فيما يختص بالقرار الاقتصادي الواحد بالنسبة لها، سلوك الأسرة فيما يختص بالقرار الاقتصادي الواحد اللي هو ما هي كمية السلع والخدمات التي تريد أن تشتريها بمعرفة ومعلومية دخلها وأسعار السلع والخدمات هذه المتوفرة في السوق، سلوك الأسرة. أيضا المجتمع نفسه مكون من منشآت منتجين، الأسرة تمثل المستهلك، سلوك الأسرة المستهلكة هذه تمثل المستهلك. إذا مثلنا المنتجين بمربعات مغلقة هكذا، طبعا المنتجين يكون عددهم أقل نسبيا من الأسر، لأنه منتج واحد يستطيع أن يكفي حاجة ويلبي إشباع عدد كبير من الأسر. مصنع واحد لإنتاج الحليب مثلا يمكن أن يلبي حاجة 6,000-7,000 أسرة، يكون مصنع ضخم يعني. فلذلك أنا حريص أنه يكون عدد المنشآت أو المصانع أو المنشآت سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية، هذه المنشآت موضوع عندنا بالمربعات الغامقة هذه. الاقتصاد الجزئي حتى الآن نتحدث عن الاقتصاد الجزئي، يركز إما على الأسرة، سلوك الأسرة أو سلوك المنتج الواحد. سلوك المنتج كيف؟ في أنه يحدد طلبه على عناصر الإنتاج المختلفة، لأنه الهدف بالنسبة للمنتج كما ذكرناه في بداية المحاضرة، الهدف هو تعظيم الإنتاج ومن ثم تعظيم الأرباح، خصوصا إذا كنا نتحدث عن القطاع الخاص. الهدف بالنسبة للقطاع الخاص ومنشآت القطاع الخاص هو أنها تعظم إنتاجها وبالتالي تعظم أرباحها بصورة كبيرة. هذا الكلام يتم من خلال اتخاذ قرار اقتصادي، هذا القرار الاقتصادي يقوم به مدير المنشأة بالتشاور مع إدارات وأقسام مختلفة طبعا، في أنه يحدد كمية عناصر الإنتاج التي يحتاج إليها حتى يصل إلى هذا الهدف، أنه يعظم الإنتاج ويعظم الأرباح. كم يحتاج من رأس المال حتى يقترض من البنك، لأنه سوف يدفع عليه فوائد، عنده سعر محدد. عناصر الإنتاج التقليدية اللي ذكرناها، رأس المال، الأرض، التنظيم، والأيدي العاملة أو العمل. إذن على حسب أسعار هذه العناصر، سواء كان تكلفة رأس المال اللي هي الفائدة التي تأخذها البنوك على تكلفة التمويل، الأرض إما أن نقيسها بالإيجارات أو الريع الذي يتحصل منها، التنظيم تكلفة التنظيم أو عائد التنظيم هو الأرباح، أو الأجور والرواتب بالنسبة للأيدي العاملة، هذه كلها بناء على معلومات خاصة بأسعار عناصر الإنتاج هذه التي ذكرناها، سواء كانت الفائدة أو الريع أو الإيجار أو الأرباح أو كذا، فإن المدير المنشأة يتخذ قرارا بأنه يريد عدد كذا من الأيدي العاملة، عدد كذا من مساحة كذا من الأرض، كمية كذا من رأس المال حتى يشتري به الآليات والمعدات التي يحتاجها. طيب إذا هذا الاقتصاد الجزئي يركز على ماذا؟ سلوك الأسرة أو سلوك المنشأة فقط. الاقتصاد الكلي هو تجميع لكل هذه النشاطات، هذا مجال الاقتصاد الكلي ماكرو إيكونوميكس. الاقتصاد الكلي يركز، والذي نحن لسنا بصدده، نحن بصدد دراسة الاقتصاد الجزئي، وهذا هو اللي حنواصل عليه إن شاء الله في المحاضرات القادمة. الماكرو إيكونوميكس يختص بدراسة الاقتصاد على الوجه التجميعي، كل هذه النشاطات فيما بعضها. طبعا الطريقة البسيطة إنه إذا جمعنا سلوك الأسر وسلوك المنشآت تجميعا بسيطا جمع عادي، فإننا نتحصل على مجال اهتمام الاقتصاد الكلي. لكن الواقع أكثر من ذلك، لأنه بين هذه الأسر وهذه المنشآت المنتجة سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية هنالك تفاعل داخلي بينها، فبالتالي لا نستطيع أن نقول أن الاقتصاد الكلي هو عبارة عن تجميع لنشاطات الاقتصاد الجزئي فقط، هو أكبر من ذلك، أكبر من ذلك، لأن هنالك تداخل وتفاعلات. مثلا كمثال، إذا ألقينا حجر في بركة مياه فإننا نتحصل على موجة أولى وموجة ثانية وموجة ثالثة، هذا هو التفاعل الذي نقصده في هذه الحالة. فبالتالي الاقتصاد الكلي هو تجميع لهذه الأشياء، لذلك فهو يدرس الدخل
الكلي او القومي، يدرس الاستثمار الكلي، الادخار الكلي، مشكلات اقتصاديه تهم الجميع لا تهم الاسره او المنتج فقط، المنشاه فقط، مثل كما ذكرت مشكله البطاله، مشكله التضخم الى اخره. طبعا نحن الان لسنا بصدد دراسه الاقتصاد الكلي لانه هذا في مستوى اخر، ولكننا بصدد دراسه الاقتصاد الجزئي، بالتالي سوف نركز على مسألة سلوك الأسرة أو سلوك المنتج لوحده. أرجو أن أكون قد قدمت في هذه المحاضرة الأولى بالنسبة للاقتصاد الجزئي ما هو مفيد، وأن الفكرة الأساسية بالنسبة لطلابنا وطالباتنا قد وضحت من ما نقصده بدراستنا للاقتصاد الجزئي، والتي تطرقنا فيها لهذه المفردات وهذه البنود: تعريف علم الاقتصاد، تعريف المشكلة الاقتصادية، أنواع السلع، والمقارنة بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.